الانتخابات الرئاسية الإيرانية كان لها نصيب في النجف، صندوقان للاقتراع وضعتها القنصلية الإيرانية وسط المدينة القديمة في المحافظة لاستقبال مواطنيها الذين توافدوا منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم. الشعب الإيراني هنا في النجف الأشرف بالتحديد في هذه المحافظة المقدسة يشاركون في الانتخابات 13 للرئاسة الجمهورية الإسلامية، وهنا في القنصلية للجمهورية الإسلامية في النجف صندوق واحد، وأيضا هناك صندوق آخر في مدرسة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وذلك الصندوق هو الصندوق السيار المتنقل، حيث من الصبح لحد الظهر مستقر في المدرسة، وبعد الظهر يذهب إلى بيوت العلماء، إلى بيوت المرضى، إلى بيوت الذين لا يتمكنون من الحضور عند الصندوق. ويتواجد في النجف المئات من الإيرانيين الذين يقطنون في المحافظة، فمنهم موظفو القنصلية والعاملون في شركات البناء وطلبة العلوم الدينية. ويقول الناخبون الإيرانيون إن تصويتهم جاء لتصحيح الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتراجعة في بلادهم بسبب السياسات الإيرانية في الآونة الأخيرة وفق رأيهم. نطور بلدنا يصير بدون بوق، بدون استثمار وحكي، وكل إعلام وراء ماكو، يعني بس حكي وكل شيء ماكو. هاي السنين الماضية كله، هاي السنين الماضية كله صار حكي، كل أنا أسوي فلان شيء، أسوي فلان شيء، وكله كذب وكذب. رجعنا قرن اللي ورا، ليش؟ إيران عظيم، ليش هالشيء يصير؟ بسبب بعد كل من مصالح مالته وأهله ودار مداره، مو للشعب. حضورنا إلى مقر القنصلية هنا لأداء الانتخابات وإلقاء الرأي الخاص بنا في هذا خلينا نقول العرس الانتخابي للجمهورية الإسلامية، والحمد لله أدلينا برأينا و بكل سلاسة وسهولة. يوم انتخابي إيراني في النجف يحمل تطلعات الشعب الإيراني بأن تسفر أصواتهم عن رئيس جديد للبلاد يرسم سياسات جديدة مختلفة عن سابقتها محليا وإقليميا. 13 صندوق اقتراع، منها 2 في النجف، خصصتها السفارة الإيرانية وقنصلياتها بعموم البلاد لمواطنيها الإيرانيين لخوض التجربة الانتخابية في انتخابات وصفها مراقبون بالاستثنائية والمختلفة سياسيا ودبلوماسيا. من داخل القنصلية الإيرانية في النجف، محمد رزاق، قناة التغيير.